كرمت جامعة صنعاء ثلاثة من علمائها أدرجت أسماءهم في قائمة جامعة ستانفورد ضمن أفضل العلماء في العالم، وهم عضو هيئة التدريس في كلية الطب الدكتور ملهم الحبوري، والأستاذ في كلية التربية الدكتور طارق الشامي، وعضو هيئة التدريس في كلية التربية والعلوم التطبيقية الدكتور علي المنتصر. وفي الفعالية التي حضرها رئيس جامعة صنعاء الدكتور القاسم عباس، أشارت الكلمات إلى ضرورة الاهتمام بالبحث العلمي وإنشاء مراكز الأبحاث لتساهم في إحداث نقلة نوعية للبحث العلمي ومواكبة التطورات. كما دعت الدولة إلى الاهتمام بالباحثين للاستمرار في البحث العلمي والابتكار وتجاوز التحديات، كون البحث العلمي أساس التقدم والتطور. حربنا الآن مع الأعداء هي حرب تكنولوجيا، وإنما رجح كفتنا وجعلنا نقف بكل قوة وبكل شموخ أمام المعتدين، ونفرض شروطنا في أكثر من مجال وفي أكثر من موقف وبقوة. هو التقدم التكنولوجي، سواء كان في مجال القوة الصاروخية أو الطيران المسير أو البحرية، كله ثمار لجهود بذلها علماءنا وأساتذتنا في كلياتنا في جامعة صنعاء والكليات الأخرى. إن تكريمنا اليوم ليس مجرد لحظة عابرة، بل هو شهادة تقدير لسنوات من العمل الجاد والتفاني في خدمة العلم والمعرفة. إن إدراج أسماؤنا ضمن قائمة ستانفورد لأفضل 2% من الباحثين على مستوى العالم يمثل لحظة فارقة في مسيرتنا العلمية، وهو في الوقت نفسه مسؤولية كبيرة، وهو دافع للاستمرار في البحث العلمي والابتكار.